أحمد حفري، البطل، المدرب والحكم السابق في رياضة الجودو. شهرته لم تقتصر على الجزائر أو الوطن العربي، بل امتدت للعالم أجمع، وهو الحائز على الدرجة السابعة من الجامعة اليابانية لذات اللعبة. 26 فبراير 1960 هو أول حزام أسود اللي حرصت عليه في الدار البيضاء في المغرب. كان هو والدرجة الرابعة يعني أصعب حزام اللي حرصت عليهم في تاريخي الرياضي. كنت درت الجيدو في الجزائر، شفت كيفاش كان، ودرت حتى في أوروبا، ولكن كي شفت الجيدو الجابوني يعني عرفت باللي باش نوصلوا مستوى عالي لازم تبعوا ديك الخطة نتاعهم. وهذيك هي تسمى جيرازي كاع اللي فات، وبدينا من جديد. قلت لهم كاع اللي درناه من قبل اللي لازم ننساوه ونبداو باش نديروا الجيدو حقيقي بنفس الكلمة، بالطريقة اليابانية اللي وصلوا فيها ذاك الوقت. كانوا اليابانيين كل هما في البطولة العالمية يديو كل الميداليات الذهبية. وبخطوات الإصرار كان الشيخ حفري القاطرة التي جذبت وراءها الكثير من المصارعين الذين داع صيتهم وطنيا وقريا. الشيخ حمد حفري بور موا انايا سي ان مونيمون نتاع الجودو، ما نجمش نقول له مدرب ولا نقول له حاجه. سي ان فري اكسبير في الجودو. الابطال اللي دربهم الشيخ حفري في الفريق الوطني كان موسى احمد، كان ليجي، كان فوديل قمراسة، كان بوزيان محمد، وكان سيد علي لبيب، والقائمة طويلة. حفري الخبير الدولي في الجيدو يعد أول مدرب للفريق الوطني وأول حكم دولي جزائري في هذا الاختصاص الرياضي. أول مشاركة في الألعاب المغرب العربي جبنا كل الميداليات، وجبنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. عاود سنة من بعد 73 عاود درنا بطولة الألعاب الإفريقية في نيجيريا، دينا خمسة، جبنا خمسة تاع الميداليات. عاود درنا الألعاب عالم، بطولة العالم أول مرة في تاريخ الجزائر في لوزان 73. اللاعبين تاعنا اثنين وصلوا للمرتبة الخامسة، وداروا مقابلات عالية مع منهم كانوا أبطال العالم. الشيخ أحمد حفري الذي يطرق أبواب العقد الثامن من عمره يعد رمزاً للفنون القتالية وعمداً للمدربين في رياضة الجودو بالجزائر، وهذا بمساهمته الجادة والفعالة في تطوير هذا الاختصاص على الصعيد الدولي.